السلام عليكم. السلام اخويا. شنو المشكل اللي عندك؟ انا اسمي ابتسام، ساكنه بمدينه وجده. شنو المشكل اللي عندك اخويا؟ عندي انا المشكل بغيت نطلق. هذا راني ادراني عام وعامين من تزوجت، تزوج واحد السيد من لافامي، من تزوجته ناضوا المشاكل انا وياه وسبابنا. جيت لدارنا توحمت هنا، ولدت في دارنا، وليت عاوتاني مشيت، قلت هذا زعما غادي زعما غادي يولي مزيان ولا عاوتاني نوضتنا المشاكل مو. وجيت عاوتاني لدارنا هنايا، هو جابني وحطني هنا، هو مين جابني جلست هنايا، جلست هنا دروك راني جالسة عمرو ما صوناري، واخا كيدخل عندي في الواتساب كيعايرني ويسبني صافي تما ما كيصونينيش. دابا هذاك السيد هذا من لافامي، لافامي وا لافامي. شنو المشاكل اللي نوضو بيناتكم؟ إيمو كتنوض المشاكل، إيمو هو ما كيخدمش، ما يبغي لا يخدم لا يرد، ما كيبغيش كاع يخدم. ونضرب هذا الولد، هذا شكون اللي يصرف عليه؟ واش الولد يصرفوا عليه هاكا المحسن يطيح الحليب ولا لي كوس؟ ما عنديش هاد الولد كان بسير ولا الحليب ولا لي كوس. وما يسمي كل دائما كسوش كاع فيه ولا يديها فيه. شحال عندك الولد؟ 8 شهور. يلاه 8 شهور. الشهر مسكين او دروك عايش شي، انا عطاوني الحليب باش شربت، وانا دروك مهجعله وساكنين بيت وحده في ديور الكرا. هاي البيت وشوف اخويا، هنا ناكل وهنا نشرب وهنا الناس. يعني هذا البيت هذا فيه كل شيء، فيها كل شيء، فيها هنا ناكل وهنا نشرب وهنا الناس. بعد خطرات والله ما كناكلو، وكتحرم علينا وتخطرات الماكله ما كناكلوهاش. دابا شكون اللي كيصرف عليكم؟ كيصرف هكا خويا كيفرش خطره هكا من الجمعه كيمشي مسكين يفرش هكا في الزنقه في الفراشه، كيمشي مسكين هكا يفرش من هذيك 400 دور. واش يفرش؟ كيفرش هكا بحال نقولوا البنطوفات مع واحد السيد يفرش، يفرش معاه هذيك 400 هذيك 500 هذيك 600. دروك هو السيد، هذا السيد ما وقفه مع انه كل شيء وقفه. دروك حنا عايشين مكرفسين ما لقينا لا حنين لا رحيم. دابا حاولتي انك تدعي في المحكمه؟ ما عنديش الماديات اخويا باش ندعي، ما عنديش. دوك انا بغيت نطلق باش نخدم على ولدي. واحد هاد صوناري كاع قال لي لا مشيتي تخدمي غادي نديك في خيانه الزوجيه. قال لي اسرتي باش مشيتي تخدمي، دوك هيا راه خليك فين تخدمي وما يصرفش عليا. ما يخلينيش نخدم وما يصرفش عليا. والله هاد الولد بعد خطرات كندير له ايما لويسه دوكا كنشرب له مسكين الحليب نتاع وجده اللي كنشربو، ما لقيت لا مونينيكس لا والو باش ندير له هكا الصوبه ياكل ولا والو، ما لقيتلوش مسكين، ما لقيتلاش. هذا الولد عايش بالحليب، هاي الحاله وتشوفوا، شوف الحاله بالك وخليه يشوف الحاله، بالك شوف الحاله اخويا فاش راح نعيش. شوف ايه بيت وحده طرت كتر راك شفت كل شيء بعيني من دخلت تحت كاع مهدمه الحاله حاط الله وصام. شحال باش كاينين هاد 30 عام راه يسال دروك مول الدار. شحال هادي شعار مي كريت عنده بزاف هادي شي 20 عام وانا كاري عنده ب 30 الف في هاد البيت. يعني كنتي عايشه انت وامك هنا في هاد البيت؟ اي انا وام وهاد خويا الصغير مسكين من تزوج با مات مسكين، كان فيه هذاك المرض في رجليه ومات وخلاني. شكون العائله ما يعاونوش؟ كان اللي يعاونك، ما كان اللي يعرفك. يعني انت واحد البيت تقول شي واحد عاونني ما يعرفكش، يقول لك ما كاينش ما عنديش. ولكن دابا راه عارفين بلي عندك وليد صغير يحتاج الحليب. كيعاون شو الله، ما كيعاون حتى واحد، ما كيعاونني. دوك انا اللي باقي فيا هاد الولد، هيا امها بكثرة المشاكل والهم، هيا دخلها بصفار عينيها صفار ولا دخلها بصفار مسكينة. هو الصباح طلبت له الحليب على الجارة باش جبت له. هاوك نهزهم تما وتشوف هادي تقولو يبو قال مسكين تلقى العام ما كيساعدش باش يشرب. هاديك قطع هاديك البزوله بسنيه ما لقيتش باش نشريها له. لي كوش اي واحد السيد عطاتني البارح 4 باش راه يدير مسكين تا كيطيب يطيب يطيب بعد كنحيد له لي كوش. حاولت البارح درت له مسكين الكتات طفي يا ولدي وما يا ولدي وما. شو تقول المحسنين يعاونوني وجلالة الملك لا يسمع فيا
سيدنا يعاونني. انا امراه كبيره عندها 70 عام والحال حد الله، وخويا مسكين يعاونوني لابو يعاونوني، راهم يشوفوا الحال حد الله ما بحاليش. دابا انت راك محتاجه اي حاجه بسيطه، محتاجه اي حاجه بسيطه يعاونوني بها، اي حاجه بسيطه يعاونوني بها. انا ما نطلب حتى شي حاجه اللي واعره، بغيت اي حاجه بسيطه يعاونوني بها. هذيك النمره ديالك خصك باش توصل 06 33 70 65 96. عاودي قولها اختي. 06 33 70 65 96. ان شاء الله تكون خير اختي، ميسي عاونك ان شاء الله يا ربي. هادشي ما دابا انت محتاجه هذاك ليكوش الحليب. محتاجه ليكوش الحليب وشي سكنه، شي سكنه فين نسكن، لا انا لا ما لهاد الوليد لا خويا. هادشي ما محتاجه انايا، المحسنين يعرفوني يعاونوني بشي سكنه. واش تضر دابا شنو هذا طاحت الشتا ولا كلشي؟ شتا بعينك اخويا، راك دخلت وشتا بعينك، جات على خفله ودخلت اخويا وشتا بعينك طاحت الشتا، راك تشوف راه ايدك كثر. شي نهار غادي تريب فوقنا نباتو في الزنقه. امين اخويا الله يحفظك.